بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. شرحنا اليوم هو السايت تو سايت اي بي سيك، كيف تجعل شبكات المرتبطة فيما بينها مشفرة أو تكون فيها سكيورتي. تمام، أحد عنده مشاركة؟ تفضل تفضل. لا لا، سعد تفضل كمل. كمل يا حيد، عندنا استفسار مسألة. تمام، عندنا هنا شبكة وعندنا ثلاث شبكات. طبعا عندنا هنا، نقول هنا أعطينا مثال، نقول هنا جيزان وهنا صبية وهنا أبو عريش، ومتصلة في الراوتر الرئيسي اللي هو راوتر الإنترنت. تمام، لما تنقل البيانات من هذا الراوتر إلى أي راوتر ثاني، لابد يعني يكون في سكوريتي وأمان أكثر، أو تكون الرسائل مشفرة ما بين الشبكات علشان يعني تحمى أو تحمي الرسائل المرسلة من الاطلاع عليها من سواء كان المتطفلون أو بالأصح الهاك. أحد عنده مشاركة؟ كمل كمل تفضل. طبعا استخدمنا اي بي هات، وايضا استخدمنا طبعا الاي بي هات اللي تكون بهذا الجهه راح تكون مختلفه بهذا الجهه. تمام، شوف 192 دوت 168، هنا 10 واحد وهنا 11 واحد وهنا 12 واحد. شوف نفس الكلاس، تمام، بس تختلف بالاي بي اخر رقمين. تمام، هنا طبعا مختلف، هنا متساوية في الكلاس بس تختلف بالأرقام الأخيرة يعني كل في شبكة الـ لها IP. مجال نعم، معين من الـ IP. لا لا، لابد أن تكون الشبكة هذه الـ IP حقها مختلف عن هذا الـ IP تماما وهذا الـ IP، بس نفس الكلاس عادي تكون نفس الكلاس بس تختلف في الـ IP. تمام، راح نجرب سويا طريقة عمل أو انتقال الرسالة من شبكة إلى شبكة أخرى كالتالي. مثل ما هو موضح، انتقلت الرسالة من البي سي إلى الراوتر وسكسفول سكسفول اعطانا، يعني تم ارسال الرساله بنجاح وصولها الى الراوتر ده. تمام، تنتقل الرساله من الان من هذه الشبكه الى شبكه الانترنت تم وصولها بنجاح. ونختبر إرسال رسالة من هذه الشبكة إلى الشبكة التالية تم وصولها بنجاح، ومن ثم نختبر وصول الرسالة إلى الشبكة الثانية وتم وصولها بنجاح. وأيضا يعني هذه الشبكة راح تكون هي المتحكم الرئيسي أو هي الفرع الرئيسي لإرسال البيانات لجميع المحافظات. هنا المركز الرئيسي نقول جيزان، ومن ضمن محافظاتها أبو عريش وصبية والعارضة. بإمكان إرسال رسالة واحدة إلى المركز الرئيسي اللي هو جيزان. تمام، تم وصول الرسالة بنجاح، ومن ثم نختبر وصول الرسالة من الشبكة هذه إلى الشبكة هذه تم وصولها بنجاح. وهذا يدل على أن المتحكم أو
المنطقة الرئيسية تكون في جيزان وتتبعها المحافظات أبو علي وصبية. راح نجرب نفس الرسالة من صبية إلى أبو عريش إلى الراوتر هذا، كويس تمام، لكن إرسال رسالة من هذا الراوتر إلى هذا الراوتر راح يكون في خطأ. ليش؟ لأن المتحكم الرئيسي هو جيزان، جيزان هو المتحكم الرئيسي بإرسال البيانات والرسائل. تفضل يا سعد، لديك سؤال؟ تفضل. بس لك السكيورتي فين تكون، في الراوتر أو في السويتش؟ طبعا لابد أن تكون السكيورتي في الراوتر، تمام. السويتش لا، هو عمل السويتش يربط الأجهزة تمام فيما بينها في نقطة معينة، والسويتش يربط ما بين الأجهزة والراوتر، مثل ما موضح هنا أجهزة هنا مربوطة في السويتش، والسويتش يربط في الراوتر. طبعا الكونفيجريشن راح تكون في الراوتر، الاي بي ريوت راح تكون هنا لاتصال هذه الشبكة في الشبكة، شبكة الانترنت الموزعة على جميع المحافظات. سؤال آخر؟ السكيورتي تكون في الراوترات الفرعيه مو في الراوتر الرئيسي. نعم، السكيورتي راح تكون في الراوترات الفرعيه، ما راح تكون في الراوتر الراوتر الانترنت. راوتر الانترنت ما يحتاج انك تحطي فيه السكيورتي، لكن السكيورتي راح تكون في الراوترات. ممتاز. تمام، لان هنا شوف هذه الراوترات، راوترات الجيزان، راوترات ابو عريش، راوترات صبيه، استخدمنا فيها التشفير او السكيورتي، لكن الانترنت ما ندخل فيه، ما هذه صلاحيات صاحب الانترنت. والله اعلم، يعني اذا اخطات فصححوا لي. اي استفسار، اي سؤال اخر؟ تمام. ليش ما يرسل رسالة من صبية إلى أبو عريش؟ هذا السؤال وجيه، سؤال ممتاز جدا. السؤال ليش ما يرسل من صبية لأبو عريش؟ لأن الفرع الرئيسي قلنا ما هو جيزان، المنطقة الرئيسية جيزان، هذه الفروع تابعة لمين؟ تابعة لجيزان. كيف راح ترسل رسالة من هنا لهنا؟ طبعا أنا حاولت أن أسويها بس ما ضبطت معي حقيقية، لكن أنا قدام ما سو أضيفة السكورتي ضبطت معي كلها، اتصلت فيما بينها البين، بس لما أضفت السكورتي صار المتحكم واحد اللي هو جازان، تمام. وهذه فرق من فروع جازان، صار أقدر أرسل رسائل لهنا لجي أبو عريش وصبية، وما أقدر أرسل من صبية لأبو عريش. فما أدري حقيقة إيش المشكلة، بس اللي عرفته انه راح يكون المركز الرئيسي هو جازان والفروع لها صبية وابو عريش. اي استفسار، اي سؤال؟ شكرا. طبعا البروتوكول المستخدم هنا بروتوكول الستاتيك، هذا السؤال سألنا فيه الدكتور. طبعا الاي بي هات، كلاسات الاي بي هات لابد ان تعرفوها وتبحث بالانترنت، حتى انا ما اعرفها كثير حقيقه. طبعا يعطيك العافيه. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.